هنعمل كوكيز بالشوكولاته، حاجات حلوه كده النهارده. عملت لكم امبارح 2 بسكوت حادق، اول امبارح، والنهارده هنعمل 2 حلو كوكيز بالشوكولاته. هينفع للمدرسه وهينفع للبيت، هينفع كوبايه شاي بلبن، هينفع لاي حاجه. هينفع نوزعه برضه يعني الصدقه يا جماعه، الصدقه. ولو نويتي ان انا هعمل دلوقتي كوبايتين من الدقيق، طلعت منهم 2 كوكيز صدقه، يطلع معاكي احلى حاجه. بص بقى، كوبايتين دقيق، 2 بيضه، 2 باكو فانيليا، معلقه كبيره كاكاو، نص كوبايه زبده، 3/4 كوبايه سكر بودره، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، وقطع شوكولاته اي نوع زي ما انت عايزه. هنعمل ايه؟ سهله قوي يعني، ده من الحاجات البسيطه جدا. هنجيب الزبده وتكون بره الثلاجه، وعليها السكر البودره، ماشي يا ولاد اهي. فهمتوا بقى انا بقول لكم ايه؟ لو انت ما شغلتيش نفسك بغيرك، وقعدتي عملتي حبه كوكيز وبرعتي باتنين، ربنا هيكرمك وهيزيدك، ما تجيش دعوه بحد. دي حاجه مهمه جدا. يا والله العظيم يعني جربوا جربوا كده. خلي في لسانك دايما انا مالي، انا ماليش دعوه بحد، انا مالي، انا ماليش دعوه بحد، وشوفي التطور اللي هيحصلك في اسبوع واحد، اسبوع واحد. شوفي قد ايه انت فضيتي دماغك ان انت تفكري بحالك بس، فضيتي دماغك ان انت تطوري من نفسك، فضيتي دماغك ان انا اعمل حاجه حلوه، يعني اعمل حاجه كويسه، دي حاجه مهمه جدا. انا مش هستفاد حاجه لما اعرف ان اللي قدامي دي جابت السجاده ازاي ولا جابت التلفزيون ازاي، مش هستفاد حاجه. لا مش خبره، دي بتبقى حشريه. ايه اللي انا بعمله ده؟ بيض وسكر وزبده، حلو، معاها الفانيليا، معاها معلقه كاكاو كبيره او حسب النوع اللي انت عايزاه، معاها رشه ملح بسيطه كده، ونقلب تاني كده، ماشي. حلو الكلام، حلو الكلام. نجيب بقى الدقيق، كوبايتين الدقيق، عليهم الشوكولاته شيبس او شوكولاته قطع صغننه او مبشوره، بس مبشوره تخين، عليها معلقه بيكنج باودر صغيره، وايه، ونقلب ده مع بعضه كده. حلو، حلو الكلام. ونلم بقى الكوكيز كده، ونكون مسخنين الفرن على 180 درجه. بصوا كده اهو، هناخد بس قطعه شوكولاته بقى هنا كده، ونلملم دي.